السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرح شير ملصقات يا جماعة، الصفحة جديدة عليها بلاغات على هجوم عشان تكبر. أول حاجة، انتصرت الفاشر لكن في خبر أداني لمصدر مين بداية الحارب ضد ضابط معانا، يعني ما خبر على مزوليته مليون المية ولسه ما طلع، اللي هو خبر قرن شطة. قرن شطة دنيا زايلي الليلة، قرن شطة الليلة دنيا زايلي، الكلام ده مليون المية، مليار المية، قال مليار المية قرن شطة دنيا زايلي، يعني ده خبر خلاص حسب الكلام بتاع المصدر مليون المية. تاني لو هناك قال لي قوم، كان تقدر قوم، الموضوع ده انتهى. الفاشر كملت القيادات، ما كملت كملت القيادات كلهم، كملت القيادات. انتصرت الفاشر، انتصرت الفاشر، انتصرت الفاشر، انتصرت الفاشر، انتصار كبير جدا 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 جدا. والجنجويد لا حول لهم ولا قوة، جابوا لون غاسة أسلحة، جابوا لون هناي، دخلوا لون ما نافع. ليه ما نافع؟ ليه ما نافع؟ لأنه ما عندهم حاجة يكاتلوا عشان، يكاتلوا عشان منهم. الناس دي في بعضهم متكاتلين قبل 3 يوم 4 يوم في مليط، ومتكاتلين قبل 5 يوم 6 يوم في نيالة، ومتكاتلين قبل كم يوم 8 يوم في الضعين. يكاتلوا لمنو ديل؟ ديل ما عندهم اي حاجة، ديل الان خلصوا، قصتهم انتهت. الان عبد المامور بيمشوا بنديكم كده مقاولة، امشوا اعملوا لنا. ما بيقدروا، لا بيقدروا يدخلوا الفاشر، ولا بيقدروا يقعدوا في منطقة، ولا بيقدروا التاني يحتلوا لهم منطقة. ليه؟ لأنه خلاص الجنجويد بالنسبة لنا انتهوا، الجنجويد بالنسبة لنا انتهوا، الجنجويد بالنسبة لنا انتهوا. كلام ده واضح. الليلة كل اللي هتسمع روس، مش عيلة خميس كمل، كله خميس 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 كمل، والدود دود دود كمل، والعسل العسل العسل كمل. الليلة بتسمح كثير من الناس كملت. الليلة نظفوه نظافة ما طبيعية. الجيش اشتغل بالاستراتيجية الجديدة. لما يكون في هجوم الطيران ما بيجي مكان الهجوم، الطيران بيمشي وين؟ للفزع. الجيش اشتغل في الفزع، اشتغل في كبكابية، اشتغل في مليط. الفزع قبل ما يتحرك بينجغل. كانت الاستراتيجية الجيش بيجي ومعال هنا وبشتتهم، بيخليهم ناس ديل، خلاهم ليهم، خلاهم لناس الجيش والمشتركة في الفاشر، قال لهم ديل انتهوا بيهم. والطيران مشى وين؟ الطيران مشى مليط، دقاهم دق شديد جدا جدا في مليط. كمية بتاعت عربات دنيا زايلة، وكمية بتاعت مرتزقة دنيا زايلة، وملاقيط وجانب وحكاية. ومشلون في كبكابية، كان في فزع، اللي هي الموجة الأولى منطقة، الموجة الثانية منطقة، الموجة الثالثة منطقة، كل المناطق اللي تجمعوا فيها عشان تطلع منها الموجات كلها انجغمت، كلها انجغمت، كلها. كانوا حيستنزفوا شنو؟ حييجوا ويعملوا مناوشات في الشرق، في المحور الشرقي بتاع الفاشر. ها مناوشات جاي جاي، يستنفذوا بعد شوية، لما نجي وقت تقوم تجي تاني موجة تاني وثالث موجة ورابع موجة، والموجات كلها قبل ما تصل انجغمت، الموجات كلها انجغمت. يعني الفاشر نظفت الناس نظافة شديدة. بعد كده مشتركة على جيش يتقدموا، ما في حاجة. عندك مليط جنبك، عندك كبكابية، عندك كتم، عندك الكومة، عندك الضعين. الضعين لازم، الضعين لأن الضعين المخازن، الضعين الشر، الضعين المرتزقة، الضعين الحرامية، الضعين فيها كل حاجة موجودين. خلاص الضعين جوا، الضعين جوا، ما في ما في تاني، ما في قاعدة. زالنجة والله فيها 5 شرات جنجويد، واحتمال يكونوا كلهم مشوا الليلة الدنيا زايل. زالنجة ما فيها حاجة، نيالة ما فيها شيء، ما فيها حاجة نيالة، نيالة ما في حاجة، حتى الجنينة كل المرتزقة انقرضوا، ما في حاجة. ناس ديل بيقوا أسامي ساي،
ناس ديل بيجمعوا تاني نديهم شهر ويجمعوا ويجوا، لا الان طوال الناس تتقدم عليهم، طالما انتهوا خلاص ودي انتهت طوال الناس تتقدم عليهم، تمشي لهم في جحورهم، تطلعهم من الجحور حقتهم، ما خلاص القصة انتهت، الحكاية والرواية انتهت، القصة انتهت والحكاية والرواية انتهت، خلاص بعد كذا مشتركة على الجيش، بعد كذا قدام تحرر منطقة منطقة وتأمنوها، منطقة منطقة وتأمنوها، منطقة منطقة وتأمنوها، خلاص تاني ما في حاجة عشان الناس تنتظر، ولا في شيء عشان الناس تقعد، ولا في حاجة عشان الناس تجيف، تفتح الطرق مروابة المناطق دي كلها، خلاص الجيش لازم ينتشر هناك، لازم بعد كده الفرق هناك، الناس دي ما عندهم حاجة، منطقة بتلقى فيها تاتشرين ولا ثلاثة ولا أربعة، انت بتمش تنتهي منهم ولا تديهم مجال يتجمعوا، معركة الفاشل معركة كبيرة، الناس دي لموا، الناس دي جابوا ملاقط من برا، الناس دي جابوا اجانب كان جاون فزع من برا، جاتوا تشوين بالمنظمات من برا، وكله كله كله انجخم، كله انجخم، ابشرك كله انجخم، قديم جديد انجخم، كلهم لحقوا الهالك حميتي، الان كلهم مع يعقوب وحميتي وقرن شطة وكلهم بقية العقد الفريد في نار جهنم وبئس المصير، خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا. يا جماعة شير عشان الصفحة لا بلاغات وصفحة جديدة، يا دوب ماشية ماشية ماشية، بدر ما تشير الصفحة بتكبر، الفاشل احنا عارفين انها بتنتصر ومنتصرة ومستحيل الفاشل يحصل لها حاجة، نجي نشوف اتجاه الفاو، المناطق دي في مدفعيه ثقيله جدا، دمروا كميه من العربات، المدفعيه الاستراتيجيه من الفاو دمرت كميه من العربات في شبارقه، في المناطق شرق مدني، مناطق كثيره دمرت عربات، كميه كبيره بتاعت عربات كانت موجوده هناك اتدمرت الليله بالمدفعيه والمسيرات، اشتغلوا فيهم مدفعيه واشتغلوا فيهم مسيرات، اشتغلوا فيهم مدفعيه واشتغلوا فيهم مسيرات، وضع ممتاز جدا 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 جدا، المناقل والله العظيم كلام منتهي، مناقل بهناك كلام منتهي، عندنا بهنا في تحركات في تقدمات، في تقدمات محور سيناء، يوم ده قالوا الناس ما تتكلم عن التقدمات، ما نتكلم عن التقدمات اللي الحاصل ولا مشوا ولا لا، الناس تعرف انه الامور ماشيه للخواتيم، القصة تحت النهاية وانتصرنا دي ما زالت عديناها، قصة انتصرنا وحننتصر انتهينا منها، الآن احنا دايرين نفرح، الآن احنا دايرين الجيش ينتشر، الآن احنا مرحلة بتاعت الانتشار، مرحلة بتاعت استثمار الانتصار لفرح وبهجة وانتصار كبير جدا، الناس ترجع بيوتها، والانتصار الحقيقي أننا لما ننتهي من العمل الحقيقيين الموجودين الموجودين بين الناس ديل، لأنه ديل مستحيل تاني يوم يعيشوا معانا ومستحيل يكونوا جزء مننا، الانتصار جاي، فرحة جاية، البهجة جاية بإذن الله تعالى، ما بعيدة أصله، ما بعيدة نهاية، شاملنا وشايفيننا وحاسيننا ومعايشيننا، شغل الحاصل ده ما شغل بعبدي، ده ما شغل، الليلة كمية بتاع الجنجويد صيجت من بحري، كمية بتاع الجنجويد اللي طلعت من بحري من الصافية بالتحديد، عردوا من الصافية كمية من الجنجويد، عردوا من الصافية، مشوا عديل طلعوا ركبوا شتتوا عديل، لأنه الضربة بتاعت السوق بتاع دقلوا ما ضربة واحدة، ضربتين، ادونا الضربة الأولى وادونا الدبل، السوق بتاع دقل ضربتين، والضربتين كانت في بالمليمتر، كان كمية بتاعت عربات قتالية، شفنا في الفيديو كمية عربات قتالية ومليانة جنجويد، أي عربية مليانة، العربات قليلة لكن الجنجويد الفوق قتال، في عربات ملكية تبعهم، في عربات ملكية مليانة كمية كبيرة صيدة، اصطادوهم الليلة، اصطادوهم بالطيران، دبلوا ليهم كمية دنيا زايلة، كمية دنيا زايلة، خلتهم يبكوا
يعاينوا يتفرجوا ويبكوا، وده مصيرهم كلهم. ضربة ما سهلة، ضربة ما سهلة، ما كانت ضربة بسيطة ولا كانت ضربة عابرة. لا لا، طيران ده ما حتة بس هنا ضرب، لا لا، ده شيء من شرور كده، حاجة كده كبيرة خلاص. كمية بتاعت عربات محروقة، كمية بتاعت دلاجين محروقين، كمية بتاعت ريمان محروقة، كمية بتاعت وسخ محروقين. القصة انتهت، وده مصيرهم كلهم حيكون مصيرهم كده. ضربة كانت موفقة بنسبة 100%، ضربة كانت موفقة بنسبة 100% في التايم. محل جمع ناس ديل جايبين الوغوت، وشفنا بالجركانات خاتين ببيعوا فيه. ليه ناسهم خاتين وغودهم وخاتين سلاحهم وخاتين كدمولاتهم وخاتين عرباتهم، دارين يجيبوا لكم شنو؟ نطبح لكم، نعمل لكم شيء، نجيب لكم شوكولاتة. لازم تتردموا بالطيران، لازم تتحرقوا زي اخوانكم اللي تحرقوا ده، لازم دنيا زايدة. انت داري يستقبلوك كيف؟ انت جاي وسخان ولا بنعرفك ولا شكلك ذاته مننا، ما معروف من ياتو دولة جاي، واقف وتتكلم عن انه البرهان ده سيدك يا عفن يا رمة يا تافه يا قذر، سيدك طالع يتكلم ونحن والله تتركبوا كلكم وتتحرقوا حرق كده. شوف الشعب السوداني ده كله فرحان للحريق ده. ليه؟ لأنكم انتوا عملتوا أكعب من كده. انتوا اللي عملتوا أكعب من الحريق. انتوا اللي عملتوا أكعب من الحريق. ترى نحن حرقناك ريحناك. انت اغتصبت، سرقت، هجرت، دمرت، أي حاجة عملتها. احنا حملنا لك شنو؟ حرقنا. بدل تتعب وتمشي وبعدين وتنتظر وتعمل، وديناك طوالي جهنمك، الحارسات تمش طوالي، جربنا لك من الدنيا، قصرنا معاك يا علاك، ما قصرنا معاك، تمشي نار جهنم وبيصل مصير. خلي خالص لك يجي ينفعك يوم القيامة، خلي ياسر عرمان يجي ينفعك، خلي ما دبه يجي ينفعك، خلي ما دبه كلك شفيع، خلي شيطان يجي يسويك، خلي بتاع الدويلة يجي يطلعك يوم القيامة، خليه ينفعوك. الان انت امام رب كريم، اهم ايش خليه ينفعوك؟ خليه يجي يكذبوا وتقول له والله الدوله 56 والديمقراطيه، وقول لهم هناك كده، عشان تعرف نفسك زول تافه جدا ما عندك قيمه. تتحرك كده وهم قاعدين في الفنادق في برا، تتحرك كده ولا زول يشتغل بيك ما في، تتحرك كده ولا عندك قيمه، انسان تافه، انسان كلب، ما عندك شرف، تموت كده زيك وزي اي وسخ. انت قال انت عندك قيمة؟ انت ما محسوب ذاتك الان انت ما محسوب، ما في زول شغال بيك. ديل قاعدين من بار لبار يسكروا، من دولة لدولة يسكروا ويحرشوا فيك انت، هاي ولا شاوس، وهم قاعدين في الغرف وفي المكيفات، ودوك انت للمحرقة دي محرقة، دي دخلوك المحرقة، تموت من هنا نار جهنم، وهم قاعدين يعيشوا بعدك ويستمتعوا ويسكروا واي حاجه يعملوها، وانت دنيا زايده تتحرك زيك وزي اي كلب، زيك وزي اي كلب وسخ. اوعك تكورك، اوعك اركز، ارفع رجلك عشان البنسلين ينزل كويس، ارفع رجلك، ارخي جسمك خليه ينزل، ارخي ولا تتكلم، قله الادب ما بتنفع، بتتحرك كده. وتاني بنقول لي دبل وتلت وربع، لما انت خلي فحمه لسه نحن ماشي بينا، لسه زيت احرق ميتين وميتين اهل وميتين حواضن كلهم، احرق اصله نحن ما في رأفة ليكم ولا في رحمه ليكم، ما عندكم حاجه عملتوها عشان نقول يا حليكم، ولا عندكم ذره بتاعت اخلاق عشان نقول مساكين، ولا عندكم ذره بتاعت ضمير عشان نقول يا جماعه يا خديل ما صح. انتوا اوسخ من الوسخ واندل من النداله وانجس من الكلاب. الكلاب باحتمال ولوفه واحتمال عندها وفاء، انت ما عندك وفاء، انت اكعب من الكلب. والله الكلب اللي قاله عمران دامس وقال احنا كلاب، والله العظيم الكلب ما بيجمع عمران، الكلب افضل من عمران مليون مره، جيب كلب وجيب عمران، والله الكلب تستفيد منه اكثر من عمران. عمران شنو اللي بيشبه نفسه بالكلب؟ عمران شنو اللي بيشبه نفسه بالكلب؟ الكلب ده ممكن يكون مفيد
ممكن تستخدمه في الحراسة، ممكن تستخدمه مع البوليس مع الشرطة يكشف لك الجرائم. عمران ده فايدة شنو؟ عبارة عن زول قوات، عبارة عن تافي، عبارة عن نجس، عبارة عن مرمطون، عبارة عن كذاب، عبارة عن مرتزقة، عبارة عن معرض. علاقة الكلب انت اللي بتوصفه لي بعمران شنو؟ انت ظلمت امي تينا الكلب ذاته. انت الكلب اسيت الكلاب. اسيت محشر الكلاب لما توصف عمران بالكلب والجنجويدي بالكلب. والله العظيم انت اسيت الكلاب واحنا اسيناه. متاسفين يا محشر الكلاب. كون نصيف نصف الجنجويد والمرتزقة دير والحار الكلاب، والله العظيم احنا ظلمناكم. كلاب احسن منكم مليون مرة. كلاب والله احسن منكم مفيدة. فالشغل يا جماعة ماشي، والشغل طيب والامور طيبة، وشغل بدون رحمة. في شغل والله ما عارفينه. نحن ما عندنا قمر صناعي عشان نغطي لك كل الحاصل، لكن الحاجات المناطق فيها ناسنا وفيها ناس بيجيبوا معلومة بتصلك. لكن في شغل أكتر من كده بكثير، في مناطق ولا في ناس عارفين بتعرفها بعد يومين ثلاثة، في مناطق ما في دول عارفها بيعرفها بعد كم يوم. يعني ما في المناطق اللي احنا بنعرفها بنديك المعلومات عنها، لكن في مناطق احنا شفنا طيران بيمشي عليها، بيمشي عليها بيعمل شنو؟ بنزل لهم حلاوة، بنزل لهم هنا، بنزل لهم برامج. لكن المناطق وين ما معروفة، مناطق كثيرة. يعني الضرب بتاع الطيران ده مستحيل يكون بس في شرق النيل وهي، لا لا، مناطق كثيرة. الخرطوم دي ما خلى فيه حاجة، شارع المقرن هناك، المقرن والمناطق بتاعة بنك السودان والحريقة النباتية والاستراتيجية والسوق العربي والمناطق دي، والله دي نفضة نفضة جدا. ومز قلت لك السوق العربي في ناس كاتبين انه في جيش هناك، ما في اي جيش في السوق العربي لسه. قلت لك ما في جيش في السوق العربي. في نفط، في نفط، في شغل، في شغل. الامور طيبة، الوضع ممتاز جدا جدا، الجيش جاهز. الجيش جاهز، ما في اي حاجة. الان يمكن الليلة موعد القائد العام يمشي امريكا الليلة. في امان الله. وداعا القائد العام. ربنا يرجعك بالسلامة، تأخذ لك 5-6-10 يوم ترجع بالسلامة إن شاء الله. تلقى البلد محررة بإذن الله تعالى، تلقى البلد خلاص في عيادة أمينة. تجي من هناك بس تحضر احتفالك، تجي من هناك تلقى الناس منتظرنك بالاحتفالات، لأنه ما في تاني خلاص. إحنا هنقعد نكذب على نفسنا، نقول لك في جنجويد، أقعد ألف لك أغشك أقول لك هاي الجنجويد قاعدين، ونحن والله ولسه والله لا في جنجويد. يا هون شفت الشاكله بتاعت الاولاد الصغار دير الحراميه دير، بس يا هون القاعدين ودير لو سيطان عنج بيقوموا جارين. دير مجرد ما يشموا لهم ريحه بتاعت كاكي تاني ما بيقعدوا، تاني ما بيقعدوا. قصه انتهت، القصه انتهت، خلصت 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 الحكايه وخلصت الروايه والقصه خلاص. الانتشار ده ما يكون في مناطق، حتى دارفور لازم يكون فيها انتشار، لازم مليط، لازم كبكابية، لازم زالنجي، لازم نيالة، لازم كل المناطق تكون تحت سيطرة. وخاصة الجنينة، شفت معبر أدري ده لازم لو عوم تستلموا الجنينة. تدخلوا هن المساليد قاعدين ما شاء الله معسكراتهم يتدربوا، وما شاء الله يتدربوا مستنفرين كمية كبيرة، كمية كبيرة مستنفرين من هن يمشوا هناك طوالي قاعدين، يقعدوا قاعدين غوات جيش مستنفرين كلهم يكونوا قاعدين. الجنينة دي اتمسكت والمعابر اتمسكت، القصة خلاص ثاني ما في، ما في حاجة. عشان كده الناس تطمئن والناس تثق والامور جاية والفرح جاي، وبإذن الله تعالى الكلام ده ما احنا صبرنا والناس صبرت كثير كثير كثير. لكن تاني لو وسع الليلة قال لنا والله يا جماعة لسه عندنا قدامنا سنة سنتين، نقول له نبشروا معاكم، لانه ده خيارنا يا جماعه، خيارنا. لو انا قاعد اقول حاجه اسع الليله، لو جو ورونا المستقبل حقنا بدون حرب، وجو ورونا مستقبلنا بحرب، والله العظيم واحنا ما بنعلم الغيب ولا بنشوف قدام المستقبل، لكن كنا حنختار الحرب. ليه؟ لانه الطريقه الثانيه بوديك لنفس النتائج دي لكن بدون حرب. كيف؟
لو خلينا البلد مشت وما قامت الحرب وحميدة القحاطة ما لعبوا لي في عدادات مخه، قال بيحصل شنو؟ أنا أديك الآتي، أنا قبل ما تقوم الحرب وتعب وكنت مصير عليها ليه؟ لأني عارف وواثق، عارف المشروع شنو وعارف وواثق منه شنو، لأنه الناس اللي بيشتروا الناس اللي بيتواصلوا معاهم وكانوا دارين يشترونا عشان نساعد في تمكين حميدتي احنا رفضنا. ليه رفضنا؟ لانه عارفين حميدتي مشروعه ما عشان يبقى الرجل الاول ولا عشان يحكم، هو حاكم وهو باعتباره الرجل الاول كان، وهو اللي في يده القلم وهو اللي بيختار وهو اللي بيسوي هو اي حاجه. لكن حميدتي ده لو ما قامت الحرب اللي بيحصل شنو؟ اللي بيحصل كالاتي، كان حميدتي بالادارات الاهليه وكان ماشي يشتري في الناس وكميه كبيره منهم بقى معاه، حتى لدرجة مشى نقابة المعلمين وداهم 100 100 100 100، طلع معلم بيصلع له بتتذكر طلع هتف حميدتي رئيس طوالي، حميدتي رئيس، حميدتي رئيس، خلاص بدأ مشى قسم القبائل، القبيلة اللي بتجي معاه تكون تحت طوعه خير وبركة، لف ودور وما بقى معاه بيقوم يقسم العمد، بيعمل عمدة موازي له وبيدعمه، عمل في مناطق كثيرة ومنها المشكلة تحت النيل الأزرق، كان دار يعمل عمدة موازي هناك، وكان حصلت مشكلة كبيرة، وده النتيجة لأنه حميدتي دار يعمل عمدة، يجيب واحد تاني يسوي عمدة عشان يقدر يمسك البلد كده، تجي الانتخابات حميدتي يفوز بشنو؟ يفوز بكل أغلبية. ليه؟ لأنه بيدفع بيشتري. حميدتي جمسك يلا الحي يحصل فيك شنو؟ حميدتي مسك حيعمل لك عدالة والله ما تشوفها بعينك، طوالي حيبدو فيك. حميدتي قام بيشتري في البيوت من 2019 ومما مسك بقى النايب عبد الرحيم بيمشي يدق الباب، السلام عليكم نحن دايرين البيت ده. الكلام ده حصل لواحد سيما سنة، مشى دق لها الباب، بيتك ده نحن دايرينه، شوفي داير كب واحنا بنديك. قالت لي انا مالي البيع، مالي البيع للبيع، مالي البيع، مشيت شكت للبرهان. البرهان قال لعبد الرحيم بيتكلم ساي. بعد شوية عبد الرحيم جاء وجاب الحاجات وطردها وشال، المهم في النهاية ما لقت، اضطرت تدو اليوم. دي واحدة في كثير، كميات كبيرة، شارع الجمهورية ده كله، شارع الجمهورية، شارع البلدية كله اشتروه. ماشي واشتري. بعد ما يمسك هيجيك انت ساكن وين؟ ساكن في الطائف، البيت ده دايرينه بكم؟ ولا بديك السعر كمان دبول، بديك اقل، تاخذ قروشك وتمش، عجبك ما عجبك بدوك طلقه. حيستلم السودان ده كده كان، حيغير تغيير ديموغرافي كامل. الخرطوم دي عباره عن ناس والملاقيط، حتى التغيير ما في الخرطوم كله. شفت الشرك ده وقسما بالله ما يخلي فيه واحد من القبائل حقته، كلهم حيهجرون، كلهم حيمسكوا الشرك، ناس حميدتي ديل ذاتهم حيستلموا الشرك، لانه كانت في بواخر اثنين بيعملوا فوم في ايطاليا، بواخر بيعملوا فوم في ايطاليا للبحريه، حميدتي كان حيفضيه، حيطلع ناس بورسودان وكلهم حيدون اراضي بديله. الكلام ده حقيقي؟ حقيقي ونصف خمسه. يعني بعد 5 سنة 6 سنة 7 سنة 8 سنة حميدتي حيستلم السودان وانت حتمشي لاجئ ونازح، حترجع تاني؟ ما حترجع. حترجع وين؟ لانك انت حتكون مواطن من الدرجه الرابعه الخامسه، يستعبدوك يدقوك يكفتوك وكل حاجه، ولا في دول يتكلم، تموت عادي في الشارع. حيكون البلد عباره عن ال دقلو، عادل دقلو، جمعه دقلو، موسى دقلو، منو دقلوا؟ الجوني دقلوا، آل دقلوا، وراسة. ذهبك، خيراتك، جيشك ذاته يغيروا، شفت جيشك ده؟ يغيروا يشيلوا برا. يكون قوات الدعم السريع. ودي الحقيقة، ده لو شافوا لك أنت بدون حرب، الآن أنت بحرب. قدرت انتصرت على القوات الكبيرة. قدرت صندطتها وطردت القوات الكبيرة وانتهيت منها، قدرت انتهيت من حميدتي ومشروعه. حتى الاستيطان حقهم ما قدروا يستوطنوا في كل السودان.
ولا في كل الخرطوم، طلعوا من المناطق اللي كانوا فيها. الآن إحنا ماشيين ننتهي منه النهائية. إذا الحرب دي السنة ونص ولا السنتين دي بتاعت الحرب دي بالنسبة لي خير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. إحنا ده نكره والله ده الخير. الحرب دي لولاها والله ما في سودان، والله لولا الحرب ما في سودان ولا في جمهورية السودان ولا عندك بيت ولا تاني ترجع. أسي بتزعل راجعين بتين انتصرنا، لو كان مسك سايق كده والله ما ترجع عليهم. الله يا ترجع تبقى عبد، يا ترجع تزحف، يا ترجع تتدقى وتتهان وتتزلى، يا تخليك بدها كان حيستلموها كده. الآن ربنا رحمنا بالحارب دي، نظفت البلد ونظفتنا نحن ذاتنا. نحن محتاجين نظافة، والله نحن محتاجين نظافة، نحن محتاجين نظافة كبيرة جدا جدا، لأننا فارنا الطريق. الآن رجعنا لبلدنا، رجعنا لحب الوطن، رجعنا للوحدة بتاعتنا اللي احنا دايرينها. كلنا الآن أي واحد بيزعل الفاشل فيها شنو؟ ناس الفاشل قاعدين الآن في حدود مدني داخلين مدني، ناس الفاشل قاعدين الآن في الشمالية بحرسوا، ناس دي قاعدين هناك في الفاشل. الناس كلها عايشة وحدة وطنية. الوحدة الوطنية دي لو قعدنا 3000 سنة بالريمم اللي كانوا قاعدين ما حنجيبها. ولا في دول حيجيب وحدة وطنية، الآن احنا في وحدة وطنية. الآن الناس في السودان ديل كلهم ديل الناس اللي بيعرفوا كلمة وطن يعني شنو. الباقيين ديل بديلك ناس المصالح، ذاك البيض الفاسد كان الحلو، كان عبد الواحد، كان القحاطة، ده البيض الفاسد ما منا ديل تنتهي منه طوالي. السودان ده بسكر ديل تمسح بيهن الأرض وتلقى دولة محترمة ليهم الدين. الناس في الدولة المحترمة ديل الآن في السودان ديل تاني ما بيختلف في وطن، ولا بيبيعوا الوطن ولا بيضروا الوطن ولا بيهدموا الوطن ولا بيشتغلوا ابو كلينات، لانه الناس دي كلها الان بتكاتل من اجل بغاء الدوله السودانيه. لكن الناس اللي برا دي الناس ممكن يقدروا بيت ممكن ما تجيب حيقدر بيت. عشان كده خير 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 كبير جدا 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 جدا. اصله ما في بقدر ما تستمر والله خير. لسع في حاجه ما نفهم. الحرب دي ما خلاص ضربت لها، ولو ما شالوا مننا كل حاجه ونضيفنا تماما تماما ما بننتصر. لسع في وسخ. في باقي ناس ما نزلت من الغربات. في باقي ناس لسع لو انتصرنا قبل سنه كان بيكون معانا مبارك الفاضل. كان بيكون راكب معانا قدام. كان بيكون معانا عثمان مرغني قاعدين قدام، كان بيكون معانا ناس ما مكشوفي. لكن لسه في ناس بينزل، لسه على الغربات شغال بغربل 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 بغربل. لما نصل وين؟ لما نصل الشرفاء. ودي الحقيقة، ويكتشفوا كمية من الناس وكمية من الخونة وكمية من الوسط وكمية من السياسيين وكمية من أي زول طبعا في السلطة. عشان كده الحرب خير خير خير، مهما كانت التكلفة، مهما دفعت من ثمن مستحيل يكون قدر الثمن اللي حتدفعه بدون حرب. الثمن اللي حتدفعه بدون حرب وطن كامل ما حتلقاه. تهجير، استيطان، شفت نفس الكيان الداء نفسه بالكربون. يعني الثمنين ما في، بس احنا بندفع وحنرجع. حنتألم وحنتألم وحنتألم، لكن اتعلمنا، ولكن بيكون عندنا وطن. العظم بتاع الدولة السودانية موجود، العظم قاعد، السودان قاعد والجيش قاعد، معناته نحن وطننا فيه. لكن هناك الشارع اللي ما فيه حرب والشارع اللي فيه سلام بتاع المزعوم ده، ده الشارع بتاع الشر ذاته، ده الشارع اللي بيسلم حميتي الدولة السودانية، بيسلمها ليه بدون طلقة، بيسلموا الدولة وبيسلموا كل حاجة في الدولة وبيخلي حميدتي مش الرجل الأول، الآمر الناهي، وبيغير الدولة وبيغير اسمها. حتى الاسم بيتغير، حيتغير الاسم ذاته حيتغير. عشان كده أنت الحرب اللي فيها دي نعمة من الله، ربنا لطف بيك وجاب لك الحرب. أفضل من نشيل الدولة استلموها الجنجويد. ربنا جاب لك الحرب دي عشان ينغزك،
عشان يفوقك، عشان ينظفك من الوسخ ومن العمالة ومن الناس اللي ما عندها شرف، الناس اللي ما عندها أخلاق، جاب لك الحرب، جاب لك الحرب. والحمد لله نحمد الله أنه سبحانه وتعالى أنه ربنا شال مننا الشر وشال مننا البلاء. قال دقلوا شالوا مننا، لأنه الناس شافت في عيد كده من الأعياد صلوا، الدنيا دي كلها خافت. حتى ياسر عرمان قال لك بيقدر الدايت يفكر أنه يشيل الدعم السريع ده من المشهد؟ ما بيقدر. قال لك ده حصل 100 ده حصل عرمان وخالد سلي. الآن إحنا قدرنا وشلناه والحمد لله، وطننا قاعد وحافظنا على وطننا وحافظنا على هويتنا وحافظنا على بيوتنا وحافظنا على حاجات كثيرة. والناس اللي قبل 2019 أي زول الجنجويد شالوا منه بيته رجالة، من الآن ترجع بيتك خصبا عن أي زول. لو دفعوا لك قروش ولا ما ترجع بيتك، ده بيتك. ما في جنجويد من 2019 تسجيل 2019 عنده بيت السودان، كلام واضح. في أي مكان في الدبة، الدبة الزاد، ما في جنجويد عنده بيت بعد 2019، ما في جنجويد عنده كن بعد 2019، ما في جنجويد عنده أرض بعد 2019، لأنه مشروع استيطاني كان تابع لحميدي. كل الحاجات دي ترجع لناس، ترجع لناس، ترجع لهم، لأنه كان مجبور يعمل شنو؟ يسوي شنو؟ زول كان ماسك الدولة وبيهددهم، بيهددهم يبيعوا، ما في زول بيحميهم، ما في زول بيحميهم. ناس باعت مشت مصر دي يتهجروا، الناس اللي تهجروا من 2019 ل 23 اكثر من الناس اللي تهجروا من 23 للان. الناس اللي تهجروا من 2019 بعد ما حميت بقى الرجل الثاني اكثر من الناس اللي تهجروا الان. الناس اللي تهجروا من تشاد كميه خرافيه، 3.2 مليون. المجازر اللي حصلت من 2019 في 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 غرب السودان 200 مجزرة، منها الجنينة 3 مرات، منها كريني، منها جبل مود، منها نيرتتي، 500 مجزرة من 2019. كيف تعيش أي زول يسلموا منه مكتوب تاريخ البيع بعد 2019؟ ده قانون ينزل، لازم لازم يرجع لأهله ويرجع لناسه، لأنه ظلموا، لأنه الدولة ما كانت حاميهم، لانه ما في قانون كان حاميهم، كانوا سايبينهم لحميتي ينهش فيهم ويشيل في اراضيهم. كل البيوت ترجع لاصحابها، ولازم ما في ولد ولا ثغره، عشان ما يجيك ويقول لك ده اشترى وده ما في. معلش انت تابع للسنير بتاعت حميتي، اشتريت بعد 2019 ما عندك حاجه، انت مش تشوف شغلتك بوين، ولو قلت انا بك بنوديك لله، ولا بنجام لك، انت مش تشوف لك شغلتك ضاها. انتوا شلتوا البيوت دي بالرجاله، شلتوا البيوت تحت الناس بالرجاله، شلتوا اراضيهم بالرجاله، شلتوا حواكيرهم بالرجاله، شلتوا دكاكينهم بالرجاله، شركاتهم بالرجاله، شلتوا اي حاجه منهم بالرجاله. عشان كده اي حاجه مبايعه بعد 2019 مفروض تسقط طوالي، طوالي تسقط. اي زول اللي استلموا منه تسقط طوالي، ترجع بيتك وترجع محلك وترجع مكانك وترجع كله، لانه مجبور. لو كانت في قانون بيحمي ولا كانت في دولة بتحمي نقول غلطان. في ناس مشوا عديل وممكن نجيبه ونستضيفه، مشوا اشتكوا ما في زول الدون حقه، لأنه الدولة كان ماسكة حميتي، والقرار قرار حميتي. حميتي عنده شرطة خاصة، عنده نيابة خاصة، عنده أجهزة أمن خاص، عنده سجون خاصة، عنده أي حاجة خاصة. منو العم ما في، عشان كده الناس ترجع لهم حاجاته. الناس يزول اشترى من الجنجو الاراضي خاصة في المناطق كثيرة، عارفين احنا الاراضي، كل الاراضي ترجع لملاكها، كل الاراضي ترجع لاهلها وترجع لناسه، لانه كانوا مغلوبين على امره. الان احنا ماشيين ننتصر، وباذن الله ماشيين ننتصر، والناس بكرة الجمعة دارين الناس تدعو. الدعوة دي ما كثيرة، ادعو الناس كلها تدعو للجيش بكرة، هاشتاق ادعو للجيش كلها، والله العظيم فيش دو. عشان تنتصر وتحمد ربك سبحانه وتعالى، وكل الناس تصلي تشكر ربنا على الحاجة اللي حصلت دي، وأنه ربنا أنغزنا من بلا كان حيكون معانا والسرطان حيكون معانا طول عمري. خلاص الناس عرفت والمصير عرف، وعرفنا انتصرنا
والان بيجهزوا لك في بواخرك عشان ترجع وبيجهزوا لك في علومك وكل الامور. طيب باذن الله تعالى هانت وما باقي حاجه، ايام والقصه توضح والموضوع ينتهي والقصه تنتهي والناس ترجع والافراح ترجع والزغاريد ترجع شارع النيل ترجع والافراح والاحتفالات والالم الفات ده كله بيتناسي في يوم واحد. مجرد ما الجيش استلم والدنيا حلوه والبيان طلع والامور طيبه، الشعب بينسى النزوح، بينسى اللجوء، بينسى الالم، بينسى الحزن، بينسى الفقد، بينسى اي زول بينسى. لانه ده بالنسبه لنا الانجاز الحقيقي، لانه الدوله السودانيه ثبتت بغض النظر فقدنا منه، بغض النظر استشهد منه، بغض النظر اللي دمر شنو، بغض النظر سرقوا شنو، بغض النظر ما في شنو، بغض النظر احنا انتصرنا، دولتنا موجوده، جيشنا موجود، احنا انتصرنا. كله بيجي وكله بيتعوض وكله حيتعامل باذن الله. الله يديكم العافيه ويدي الوطن العافيه. وجاي وطن، وطن يسعى الشرفة، والله جاي وطن يسعى الشرفة، الجاي وطن يسعى الشرفة.